سلام سلام كمسك الختام، عليكم محيي بابنا يا كرام، ومن بكم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا المنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن أبي داود رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الكتاب الأول كتاب الطهارة، بقية الأحاديث الواردة في الباب 50 من هذا الكتاب المبارك. صلى الله أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ظاهرنا وباطننا بتوفيقه وفضله، متوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم مستشفعين به لديه. الحديث 19 بعد 100 من الباب 50، وهو باب صفة وضوء رسول الله صلى الله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا الإمام أبي داود، يقول حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر نحوه. فإحنا عندنا ثلاث كيفيات للمضمضة والاستنشاق: إنك تتمضمض بكف واحدة، كل كف تأخذ في فمك جزء وفي أنفك جزء، هذه كيفية، تبقى ثلاث غرفات وتبقى كل مرة مضمضة واستنشاق مرة، مضمضة واستنشاق مرة. الكيفية الثانية بغرفة يأخذ منها غرفة واحدة، يأخذ منها جزء يتمضمض وجزء يتمضمض وجزء ويتمضمض، ومن غرفة ثانية يستنشق بجزء ويستنزف، ويستنشق بجزء ويستنزف، ويستنشق بجزء ويستنزف، دي كيفية ثانية. وفي كيفية ثالثة كل مضمضة بغرفة لوحدها، يبقى ثلاث غرفات لثلاث مضمضات، وثلاث غرفات لثلاث استنشاقات. الكيفية الأخيرة فيها نوع من الإسراف وإن كان واردا، فإن كان يفعلها هيبقى يفعلها بقدر ما قليل. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر وضوءه وقال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني بماء جديد، مش بالماء اللي هو كان لسه يده مبلولة من غسل اليدين، لا، يعني جاب ماء جديد على يديه ومسح به رأسه، غير فضل يديه، ده معنى بماء جديد. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريث قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام ابن معدي يكرم ابن معدي كرم الكندي، معدي كرم الكندي قال رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، بفتح الواو كده، بوضوء يعني ماء، ماء يتوضأ به، بوابه بفتح الواو، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا،
ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. يبقى هنا الأذن تمسح، والراجح أن الأذن من الرأس وليست من الوجه. فالراجح عند الفقهاء أن الأذن من الرأس وليست من الوجه، حتى الوجه عند شحمة الأذن عرضا فالأذن خارج، ده الراجح. ولكن بالرغم أن الراجح هذا، إلا أن الشافعية يستحبون أن تغسل الأذن ظاهرة مع الوجه خروجا من خلاف من جعلها من الوجه. وعشان كده الوضوء على مذهب الشافعية صحيح على كل مذاهب المسلمين، لا يخرم مذهب ويقول لك ان الوضوء ده يعني فيه اقل من اللازم. لا، الوضوء المذهب الشافعي هو الوضوء الذي يصح على جميع مذاهب المسلمين، لا يستطيع مذهب من المذاهب يقول ان فيه نقص مهما تعددت مذاهب المسلمين. مذاهب المسلمين كثيره بالذات في العبادات، تصل الى اكثر يمكن من 30 40 مذهب، لكن المشهور الاربعه. وعشان كده سيدتنا نفيسه العلم رضي الله عنها وارضاها التي شرف الله مصر باقامتها ودفنها فيها، بنت سيدنا زيد بن الابلج بن حسن الانور، بنت سيدنا حسن الانور ابن زيد الابلج ابن سيدنا الحسن ابن علي بن ابي طالب، كانت معاصره للامام الشافعي، والامام الشافعي كان مقيم في مصر وهي كانت مقيمه في مصر في عصر واحد، وكان يصلي بها صلاة التراويح في مصلى الإمام الشافعي. كان يصلي بها صلاة التراويح في مصلى هناك بالجوار في سفح مقطم بجوار مقام سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري. كان يصلي بها هناك. فكانت تعرف الإمام الشافعي وتعرف علمه، وكانت هي مشهورة أيضا بالعلم. فلما مات الشافعي ماذا أثنت عليه؟ قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. وهذا يدل على دقة علمها بالفقه المقارن، وأنها درست حتى الفقه المقارن في العبادات المختلفة، وأدركت أن وضوء الإمام الشافعي على مذهبه وفهمه هو أعلى وضوء في كل المذاهب، وليس تعصبا للإمام، ولكن إذا راجعت كل المذاهب تجد أن الوضوء الكامل عند الشافعية وليس الاكتفاء بالأركان فقط يكون وضوء صحيح على كل مذاهب المسلمين، على كل فهوم المسلمين مهما تعددت الفهوم. على اي حال الأذن الراجح انها من الراس وتمسح. هل تمسح بماء الراس ام تمسح بماء جديد؟ وجهان، والراجح انها تمسح مع الراس وتمسح بماء جديد بعد الراس. كمان علشان ايه؟ خروجا ممن استحب. وعن ابي قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاقي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره عن الخدام بن معدي كره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فلما بلغ مسح راسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال محمود قال أخبرني حريز. يبقى الأكمل في مسح الرأس أن تبدأ بمقدم الرأس إلى القفا، يسموه خذال، القفا اللي هو إيه؟ أعلى القفا، الخذال اللي هو آخر الشعر اللي بيمتد في الرأس من جهة الخلف، يسموه القذال. المهم ويعود مرة أخرى، يبقى كده مسح ظاهر الشعر وباطن الشعر واستوعب الرأس كامل، وبدأ بالمقدم الرأس بناصيته ثم إيه عاد مرة أخرى، يبقى كده استوعب بيد واحدة أو بيديه الاثنين، يعني جاي على حسب بقى حجم الشعر وكمية الشعر وحجم الرأس وهكذا. وهنا قال لك وضع كفيه، يبقى النبي كان شعره عظيم الشعر، فكف واحده ما تكفيش، فكان يضع كفيه ويعود، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الهامه صلى الله عليه واله وسلم وكثير الشعر كث الشعر. وعن ابي قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام وأدخل أصابعه
في صماخ أذنيه. الصماخ اللي هو أذن إيه؟ ثقب الأذن. الصماخ هو ثقب الأذن. أدخل كمان إيه؟ أصابعه في صماخ أذنيه. مذهب الشافعية في كيفية المسح إنك تدخل السبابتين في الصماخ ثم تخرجهم من الصماخ وتمرهما على دهاليز الصوان، صوان الأذن هكذا، والإبهام في نفس الوقت. الإبهام يكون بيغسل إيه؟ الخلف في نفس الوقت، يبقى الإبهام بيغسل الخلف. وبعد ما تنتهي من هذا بالباطن الكف تمسح كده وكده، يبقى دي طريقة إيه؟ غسل الأذن على مذهب الشافعية من حيث كمال الغسل. والصماخ قلنا ثقب الأذن. وعنه به قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس أي أمام الناس ليريهم. توضأ من أجل أن يعلم الناس. كل ده فهمناه من كلمة للناس. للناس أي من أجل أن يعلم الناس، يسموها التضمين، حرف الجر. إذا جاء على غير يعني الفعل، لأن توضأ فعل إيه؟ مش متعدي. توضأ وخلاص، ما فيهاش توضأ لكذا، أو لو كان لكذا يبقى يتعدى لله. توضأ للصلاة، إنما للناس، وأنت بتتوضأ للناس، فكونوا ينسبوا لحاجة غير المعتاد يبقى يسموه في البلاغه ايه؟ ضمن معنى جديد، اراد تضمين معنى جديد. من باب الاختصار توضأ للناس اي ليعلم الناس، فضمن التعليم لا في كلمه حرف الجر. عرفنا التعليم منين؟ من حرف الجر. توضأ للناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اين تريدون ان اصلي لكم، لما دخل عند عتبان وكان عايز يعمل مصلى، قال أين تريدون أن أصلي لكم؟ أي أصلي لأجل أن تجعلوها مصلى، لأنهم عايزين يتبركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، عايزين ينشئوا مصلى في بيته. فقالوا أول ما حد يصلي فيها يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوه في الضحى وأحضروا له طعام. فالنبي أول ما دخل ما عادش ياكل الطعام، جاي يؤدي المهم. فأول ما دخل قال أين تريدون أن أصلي لكم؟ فقالوا هنا، فصلى لهم ركعتين واهتموا به، فدل على جواز الجماعة فيما لم يشرع فيه الجماعة، لأن صلاة الضحى لا يشرع فيها الجماعة ولكن صلوها جماعة عندنا. فدل على القاعدة عند الشافعية أنه يجوز الجماعة فيما لم يشرع فيه الجماعة. فإذا صليت الضحى جماعة ما فيش مانع، ما يجيش واحد يقول لك النبي ما عملهاش، لا عملها. واخد بالك إزاي؟ لأن اللي بيقول النبي ما عملهاش ما قراش، لا لحد علمه هو بس، لكن لو قرأ يعرف ويهدى، لكن التسرع وحش. فيبقى إيه؟ لما يجي حرف الجر يضمن معنى جديد. فهنا توضأ للناس أي ليعلم الناس، يسموها تضمين في لغة البلاغة. كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى معاوية أراد أن يعلم الناس الوضوء كما رأى الرسول يتوضأ، فتوضأ للناس بنفس الكيفية يتوضأ. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضع على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. يبقى هي كيفية هو راح واخد شوية مية حطهم على رأسه كده، وبعدين بعد كده ايه؟ مسح، يعني كأنه هو حط شوية الماء ثم نشرهم بيده مسحا. كويس، دي كيفيات، كل دي كيفيات للمسح. وعن أبي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. بغير عدد يعني قاعد يقطر، يكب الماء على الرجل ويدلكها حتى استوعبها تماما وخلاص، يبقى بغير عدد، كأن أدخل الثلاثة في غسلة واحدة.
يعني قعد مده يغسل فكانه ادخل الثلاثه بغسله واحده دون فاصل. فاللي شافه شافه انه بيستوعب الرجل مده طويله لكنه ما عدتش لانه ما فصلش، كانه وصل للمره. زي انت ما تبقى الصنبور نازل منه الماء الصنبور وتغسل ايدراعك كده. اللي يشوفك طفل صغير يفتكرها مره واحده، لكن دي مش مره واحده، ثلاث مرات. هو الطفل عايز ايه؟ تعمل كده وتطلع. تعمل كده. لا مش شرط، لان يعني ممكن انها تستوعب الثلاثه دون فاصل زمن. فهنا برضه غسل رجله مره واحده ثلاثه بدون فاصل زمن، ادي المعنى. وعنه به قال كذلك الوقت موضوع الصنبور ده يعني ممكن يبقى الماء متصل، ممكن عضوك تحطه تحت الصنبور وتقعد تدلقه كده القدر اللي هو ياخد ثلاث غسلات بدون ما تفصله، يعني تشيله من تحت. وعن ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء صحابيه صغيره قالت رضي الله عنه وعن ابي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتينا فحدثتنا انه قال اسكبي لي وضوءا، اسكبي لي وضوءا يعني حضريني ما اتوضا به. فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت، يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بطفله تسكب عليه الماء ليتوضا، فيجوز الاستعانه في الوضوء. نستنتج منه جواز الاستعانه في الوضوء. لان بعض العلماء قالوا الاستعانه في الوضوء مكروه ان كان بقصد التكبر، ان كان من باب التكبر يعني، لكن لو كان بغير باب التكبر فلا باس ان واحد يصب عليك تتوضا وتصب له انت ثاني، او ابنك يصب لك، او انت تصب على صديقك او تصب على شيخك، لا باس، كل ده جائز ما فيهاش مشكله. قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا. يبقى مضمض واستنشق مرة واحد على الوصف التحت. ربما لأن النبي كان حديث عهد بسواك، حديث عهد بنظافة أسنان فم، فمش شرط يكرر المضمضة طالما الفم نظيف أصلا، وهكذا. يبقى على حسب الحال. ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين. هنا ايه؟ بعض الأعضاء ثلاث وبعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين، يجوز كل دي سوى جائز على حسب قدر الماء وضيق الوقت وراحة المتوضئ. ممكن تكون متوضئ في مكان أنت مش مستريح فيه، عايز تخلص الوضوء بسرعة، قاعد مثلا قاعدة مش مريحة كويس، أو مكان مزدحم وناس طوابير زي ما بتبقى في الحرم في الحج وفي العمره، تجد طوابير الناس على الحنفيه واحده صبروها كل واحد مستني ده، فمفيش داعي بقى تقعد بقى انت قدام الحنفيه والناس طوابير قاعده تتفرج عليك عايزه تتوضى. خلص نفسك، خلص نفسك يا محترم، تقوم ايه تتوضى مره مره، تعمل بسرعه، تبقى كده حاسس باللي حواليك، مش خلاص تعيش مع نفسك والناس تتفرح، لا، يبقى الواحد لازم يراعي مثل عزيز. ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. يبقى ثلاثا ثلاثا يعني ثلاث سكبات على القدم، ويدلكها سكبة ثانية ويدلكها ويخلل سكبة ثالثة ويدلكها ويخلل، يبقى كده ثلاثا ثلاثا. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توضأ عندها فمسح الراس كله من قرن الشعر
كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. يعني أحيانا يمسح كده وما يطلعه وما يحركوش عن هيئته، يعني يكتفي بظاهره. يبقى إيه؟ هنا يكتفي بظاهره، يعني لم يحرك الشعر عن هيئته. أحيانا يحركه عن هيئته فيخلله، وأحيانا لا يحركه عن هيئته فيكتفي بظاهره. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصبغيه وأذنيه مرة واحدة. صبغيه، الصبغ اللي هو الشعر اللي بيبقى على جانبي ايه؟ على جانبي الرأس من الأمام، ده اسمه الصبغ. تجد شعر هنا لما تيجي تمضغ تلاقيه اتهز، لما تيجي تمضغ تك على أسنانك تحط ايدك هنا تجد الصبغ ده بيتحرك كويس، علشان في عضلة من عضلات المضغ اسمها تمبوراليس، العضلة دي تتحرك مع عضلات المضغ، ده اسمه الصدغة كويس. العوام المصريين لما تضربوا على خده يقول لك ضربتني على صدغي، خطأ، خطأ الضرب على الخد أصلا، وخطأ إنه يعبر عن الخد بالصدغ، خطأين، خطأ من الضارب وخطأ من المضروب، لأن لا يجوز ضرب الوجه للتأديب، لأنه موضع إيه؟ الإكرام من الخلق من البني آدم، حتى أبنائك ما تضربهمش على وجوه. فيبقى الخطأ من الضارب إنه ضرب على الوجه، وخطأ من المضروب إنه عبر عن الخد بالصدغ، يقول لك ضربني على صدغي، المصري لما يقول لك ضربني على صدغي تفهم إنه بيتكلم على خد، لكن الصدغة أبوه. واضح؟ لأن الصدغ من الرأس. وعن أبي قال والخد من الوجه، الخد من الوجه والصدغ من الرأس. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. أو فضل الماء اللي في يد النبي ده بعد الغسلة الثانية والثالثة من اليد، يبقى يجوز استعماله مرة أخرى لأنه ما أزالش حدث، صح؟ فممكن بقي الماء ده أمسح به الرأس. واضح؟ لكن الأكمل إن أجيب ماء جديد، الأكمل. لكن افرض الماء قليل أو أنا متعجل فيجوز، لو كان الماء قليل أو أنا متعجل يجوز إن أنا المية اللي باقية في إيدي من الغسلة الثانية والثالثة أمسح بيها الرأس خلاص، وابتدي أغسل الرجل على طول. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، جحري أذنيه وصباخيه، نفس الماء اللي هو ثقب الأذنين، جحري أذنيه اللي هو ثقب الأذنين اللي هو اسمه الصماخ. وعن أبي قال حتى ان الشمع الموجود في الاذن نفسه اسمه الصماخ برضه، من باب اطلاق اسم المحل على الحل فيه. ساعات يطلقوا اسم المحل على الحل فيه، زي تقول الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الارض، كان يختاروا ارض رخوه يتبرزوا فيها كويس، تسموا الغائط، والارض الرخوه دي اسمها الغائط، والمصريين يقول لك الغيط، لحد دلوقتي المصريين يقولوا الغيط، الغيط اللي هي الارض الرخوه الصالحه للزراعه على الحق، يسميه الغيط. إلى الآن المصريين الفلاحين يقولوا عليه الغيط. كويس؟ فقلنا على البراز الخارج من ابن الإنسان الغائط من باب إطلاق إيه؟ اسم المحل على الحل فيه. واضح؟ وبرضه البراز هو المكان البعيد المتسع. فكانوا يحبوا برضه ياخدوا حاجتهم يروحوا للمكان البعيد البارز من الأرض، فسميها براز برضه من البارز. من باب إطلاق اسم المحل على الحل فيه. والصماخ
السماخ هو اصلا ثقب الاذن، فالشمع اللي موجود في ثقب الاذن اسمه برضه سماخ، من باب ايه؟ اطلاق اسم المحل على الحل فيه. وعنه قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبي جدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال، وهو أول القفا. القذال اللي هو أول القفا اللي هو نهاية الشعر النابت في الرأس من جهة القفا، ده اسمه القذال. لما ينتهي الشعر ويبتدي بقى يكون رقبة يسموا الحتة اسمها القذال. وقال مسدد ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول ابن عيينة زعم كان ينكره ويقول ايش هذا؟ طلحة عن ابي عن جد ايش هذا؟ يعني مش عاجبه الاسناد ده، سفيان بن عيينة وكان شايبه الاسناد ده، طلحة عن ابي عن جد ده اسناد ده ايش هذا؟ ايش هذا يعني ايه؟ ده كلمة تعجب، يعني ايش هي اصلها؟ اي شيء، اي شيء، فخزلوها وبقت ايش، هذه معنى هي اصلها اي شيء هذا، اي شيء هذا. العرب يحبوا يخزلوا الكلام يدخلوه بقى ايش هذا، والمغاربه بالذات يستعملوا كلمه ايش الى هذا او من هذا، ايش كثير المغاربه يستعملوا، هي اي شيء. والمصريين يقولوا معلش، معلش يعني ما عليك شيء او لا عليك شيء، هذه معنى معلش، لا شيء عليك، فراحوا دخلوها ببعضها بقت معلش. وعنه به قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. وعنه به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيع عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المآقين. قال المآقين المأقين هي يعني يمسح المأقين، المأقين والمأقين وجمعها مآقي اللي هي ما دخل من العين من جهة الأنف يسموها المآقي، هذه الحتة دي كويس علشان بيجتمع فيها تملي ايه بعض الافرازات الدموع وتجف، لما تيجي الدموع تجتمع في الحتة دي وتجف المصريين يسموها عماص، يسموها ايه؟ عماص، يعني جفاف الدموع عند مآقي العين، فالحتة دي ساعات تعمل طبقة تمنع وصول الماء الى ما تحتها من البشرة، فكان النبي يمسح المآقي. النبي طبعا منزع نازع كان بيعلم الناس الاسباب، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في طفولته كل الاطفال تصبح عمص وهو يصبح ايه دهين جميل كحيل، وكل الاطفال تصبح شعث ويصبح كده صلى الله عليه وسلم ودين، يعني على خلاف سائر الاطفال. حتى في طفولته لاحظت الحكايه دي حليمه السعدي، كل الاطفال تصحى كده متسخين وعليهم حاجات نازله من انفهم وحاجات لازقه على عينيهم، والنبي يصحى الصبح وضيف جميل كانه لسه خارج من حمام وهو لسه طفل رضيع صلى الله عليه وسلم. المآقي اللي هو الجزء الداخل اصلا من العين، البياض الداخلي من العين مع التقاء الجفنين، ده اسمه المآقي كويس.
في الحتة الخارجية من السواد البياض الخارجي جهة الأذنين يسمى الملاحظ. الملاحظ عشان كده يقول لك ايه لاحظ الحكاية دي، يعني خد بالك منها كده ولو على الهامش تشوفها كده بخارج عينك، يسموه الملاحظ. يبقى المهاقي، والرسول كان جل نظري الملاحظة في وصف النبي، كان جل نظري الملاحظة يعني ايه؟ كان يحب ان يدقق في الناس النظر حتى لا يستحيوا منه، فما يبص للناس ما يقعدش يعني احنا نسميه المصريين يقول لك بحلة، لا ملاحظة يعني كده زي ما ببص كده بحيث ان انا ابقى شايفكم في نفس الوقت ايه لا ادقق فيه. فده كان جل نظر النبي هكذا الملاحظة صلى الله عليه وسلم، الملاحظة يعني بايه؟ بملاحظه. يبقى عندنا مآقي، عندك سواد العين. سواد العين ده مشهور معروف كويس، سواد العين ده في بياض خارجي وبياض في الداخل. بياض في جهه الاذن يسمى الملاحظ، والبياض في جهه الانف من الداخل يسمى المآقي. واضح؟ كنت بتسال على ايه بقى؟ مقلة العين. مقلة العين اللي هي نفس فتحة العين، فتحة العين نفسها كلها اسمها المقلة. يجي سواد العين يقسم مقلة العين إلى مآقي وملاحظ، يبقى المجموعة كلها اسمها مقلة العين. واضح؟ والجزء الأسود اللي داخل السواد يسموه إنسان العين. يسموه إيه؟ إنسان العين. عشان كده كان يقولوا على النبي إنسان عين الأكوان، يعني أي لولاه لم ترى الأكوان، أي من خلال النبي رؤية الأكوان، ولولاه ما ظهرت كانت عدم، لأنه أرسله رحمة للعالمين فأخرج العالمون من العدم إلى الوجود، فهو إنسان عين الكونين. فهمت بقى؟ إنسان عين الكونين، هذه معنى كلام لما تقرأ في الصلوات على النبي، مش كده برضه؟ ففهم اللغة مهم، عشان لما تيجي تسمع بعد كده الصلوات، تيجي تقرا القرآن، تلاقي نفسك مدرك المعاني. عشان كده الصحابة اللي فهمهم في اللغة ما سألوش كتير، كانوا يسمعوا يدركوا الحقائق على طول، لأنه فاهم المعاني. يا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، المأقين. قال وقال الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب يقولهما أبو أمامة، قال قتيبة، قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين اللي هي من الرأس. هل ده مدرج من كلام أبو أمامة ولا ده كلام النبي بيروي أبو أمامة؟ بيقول لا أدري. إذا كان كلام الصحابي في وسط كلام النبي سموه إيه؟ مدرج، أدرجه. واخد بالك؟ قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة، عن سنان أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. ونقف على باب الوضوء ثلاثا ثلاثا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر امورنا واستر عيوبنا واجبنا مما يرضيك املنا وارزقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي.